الله أكبر. هذه إنجازات العصابة الأسدية في مدينة معظمية الشام، إحراق المنازل الآمنة نتيجة القصف المستمر على المدينة لأكثر من 9 أشهر في ظل حصار اقتصادي خانق. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الأسد حينما قال الأسد أو نحرق البلد، ها هو يحرق البلد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. هذه هي إنجازات العصابة الإجرامية الأسدية. حسبي الله ونعم الوكيل. 31/8/2013 ها هي العصابة الأسدية حينما قالت الأسد أو نحرق البلد، ها هي حرق